أهلا بكم من جديد، ومعنا على الهاتف السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد. مساء الخير يا سيادة الوزيرة. أهلا وسهلا أستاذة لميس. أهلا وسهلا. يعني زي ما استطلعنا من الآراء، هذه السياسات تبعث على كثير من التفاؤل. هذا تغير في السياسة الاقتصادية المصرية، يعني ماذا أرادت الحكومة أن تقول من هذا المؤتمر؟ الحقيقة الحكومة أرادت أن تقول من هذا المؤتمر إنه إحنا منفتحين على المجتمع، منفتحين على القطاع الخاص. القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية. الفترات السابقة قد تكون فترات استثنائية لدور الدولة، لأنه دي كانت فترات مصر خارجة فيها من مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني ما بين 2011 إلى بداية 2014، وبالتالي كان هناك اتجاه أن الدولة تستطيع أن هي ترفع من مستوى البنية التحتية، تستثمر أكثر عشان تكون هذه البنية التحتية جاذبة للقطاع الخاص، وفي نفس الوقت نحن بنوفر، محتاجين نوفر حياة، جودة حياة أفضل للمواطنين. إحنا يعني حتى الحقيقة قبل هذه الظروف الاستثنائية، صحيح، الدولة المصرية كانت عندها خطة للإصلاحات الهيكلية أطلقتها العام المالي الماضي، وكانت محددة فيها التوجهات ومحددة فيها مزيد من مشاركة القطاع الخاص. كانت أعلنت فيها أيضا أن إحنا شغالين على وثيقة خاصة بملكية الدولة، فده كله توجه الدولة بتؤكد عليه والحكومة بتؤكد عليه، وأنه القطاع الخاص هو الشريك الأساسي، ونحن بنأمل أن القطاع الخاص يعود إلى مستوياته السابقة من حيث حجم الاستثمارات ومن حيث مشاركته في حجم الناتج، لأن هو الحقيقة المشغل الأساسي للقوى العاملة وهو الشريك الأساسي في عملية التنمية. طيب التنفيذ بقى سيادة الوزيرة، ان كل يعني كل من سمعناهم من رجال الصناعة، من رجال الاستثمار بمختلف الاتجاهات، بيتكلموا على ان الشيطان يكمن في التفاصيل والتنفيذ. يعني هذه افكار وهذه سياسات مهمة، تمثل تحول سياسي مهم في التفكير الاقتصادي. الان التنفيذ، ما هي الخطوة التالية علشان يخرج بقى المذكرة التنفيذية لكل هذا؟ طيب خليني اقول لحضرتك، هي التفاصيل احنا اوريدي شغالين عليها وشغالين عليها منذ فتره، والقطاع الخاص شريك اساسي في وضع هذه التفاصيل. يعني احنا في مجموعات العمل الخاصه بالاصلاحات الهيكليه، الذي يقود مجموعات العمل هم القطاع الخاص، هو اللي بيدير مجموعات العمل، الحوارات المجتمعيه اللي بتتم دي كلها بتتم بقياده واداره القطاع الخاص، واحنا موجودين كمنسق لهذه المجموعات العمل. فبالفعل هناك عدد كبير جدا من التفاصيل تمت، كل المقترحات الخاصة بالحوافز الخاصة بالاستثمار، المنظومة الخاصة بأراضي الحق انتفاع، كل هذه التفاصيل تم مناقشتها مع القطاع الخاص بالفعل في مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها أيضا، يمكن زي ما تم ذكره النهاردة لإنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي، ده أيضا مجموعة كبيرة من الإجراءات تمت مع هيئة الرقابة المالية لإنشائها بالصندوق. يعني التفاصيل أغلبها تم يا أستاذة لميس، يمكن الجزء الباقي يمكن بنتكلم على 25% منها هو اللي لسه متبقي حتى يعني تنتهي بالكامل، ولكن التفاصيل الحمد لله مجموعة الحوافز تم إقرارها، سواء خاصة بالمنظومة الخاصة بالتوطين الصناعات لها أولوية، أو خاصة ببعض الحوافز الخاصة بالقطاعات اللي احنا محددينها أو المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر. فهناك عدد كبير جدا من الإجراءات تم بالفعل، ويعني الباقي بيستكمل إن شاء الله. الرئيس الوزراء تحدث عن وثيقة الملكية، ملكية الدولة. القطاع الخاص بيسأل، طب انتوا أي قطاعات هتسيبوها لنا وأي قطاعات الدولة هتاخدها؟ يعني خايفين وقلقانين انه مثلا تسيبوا لنا القطاعات اللي هي الصعبة، أو القطاعات اللي هي مش مهمة، والقطاعات المهمة كلها اللي بتدر عائد تروح للدولة. شكل الوثيقة ومتى ستصدر؟ الوثيقة هتصدر في خلال يعني أسابيع قليلة، ولكن هي أيضا تم طرحها على القطاع الخاص لمناقشتها معاهم، راحت لعدد كبير طبعا من المؤسسات.
في مجموعه من يعني زي ما بنقول كده دايما، وهي ده اللي كنا قلناه، ان هو هيبقى فيه كده زي يعني اشاره المرور اللي هي الاخضر والاصفر والاحمر. الاخضر ده يعني للقطاع الخاص بالكامل، الاصفر ده هيبقى فيه احنا الاثنين بنشتغل مع بعض فيما يطلق عليه الحياد التنافسي، لان الشفافيه والحياد التنافسي دي من الامور الهامه جدا اللي يعني كانت دايما بتقلق القطاع الخاص، وفي قطاعات اللي بتمس حياه المواطنين بشكل مباشر دي الدوله هتستمر فيها وهي القطاعات. وده الحقيقه مش بس في الدول اللي الدوله لها دور، في دول الكثير من الدول الليبراليه واللي هي يعني بتقوم على اقتصاد السوق بتبقى الدول محدده مجموعه من القطاعات هي اللي بتشتغل فيها فقط، لان دي القطاعات بالنسبه لها بتبقى قطاعات استراتيجيه وقطاعات حيويه. فدي يعني بس في مراحلها النهائيه للمراجعه، وان شاء الله في اسابيع قليله باذن الله بتطلع. يعني ان شاء الله نحاول يكون مع حضرتك حوار اطول، ولكن عايزه اسال برضو على الجزء ما قاله السيد رئيس الوزراء عن انه الدعم الخليجي اللي وصل 12 مليار، وهناك يعني افكار بانه يتم تسييل هذا جزء من هذا الدعم بدل ما يبقى ودائع يبقى مزيد من يبقى استثمارات. مظبوط يا فندم، مظبوط. هو هناك التوجه ان احنا يعني مع الوقت ان احنا هذه الودائع تتحول الى استثمارات في شراكة في أصول من أصول الدولة أو في شركات من الشركات العامة، يعني وفقا لما سيتم طرحه من قبل الدولة المصرية. صندوق النقد، وده آخر سؤال، أنا عارفة صوت حضرتك تعبان، صندوق النقد بنتكلم في إيه؟ يعني إيه شكل البرنامج اللي بنتكلم فيه وقيمة أيضا الجزء التمويلي؟ لسه الحقيقه الجزء التمويلي لم يحدد، ولكن احنا بنتكلم بصي حضرتك صندوق النقد يعني العلاقه بيننا وبين صندوق النقد هي علاقه مستمره. احنا مصر حققت برنامج ناجح مع صندوق النقد من قصص النجاح اللي موجوده لهذا البرنامج، بيبقى فيه متابعه من صندوق النقد. احنا بنتكلم على استمرار البرنامج ده، وكان فيه الحقيقه نقاش على استمرار للدعم الفني في السياسات المختلفة. عندنا جزء من هذا البرنامج بيستمر، لكن لسه لم ننتهي يعني لسه المشاورات في شكل هذا البرنامج بشكل نهائي، ولكن هيكون في الآخر مع الدعم الفني هيكون أيضا في حزمة تمويلية لم يتم الانتهاء أيضا من الرقم بتاعها. ناس بتقول طيب انتوا عملتوا كل ده بضغط من صندوق النقد، انتوا ما كنتوش اصلا هتسمحوا للقطاع الخاص انه يكون له هذا الدور وهذه المشاركه الا لو صندوق النقد قال لكم لازم تعملوا كده والا مش هعمل معاكم برنامج. ماذا تقولين؟ خليني اقول لحضرتك استاذه ميس حتى تذكري احنا اطلقنا الوثيقه الخاصه بالاصلاحات الهيكليه ابريل 2021 قبل ما يكون في حديث عن اي برنامج مع صندوق النقد. وعشان نطلق هذه الوثيقة في إبريل 2021 إحنا قعدنا تقريباً 14 شهر في حوارات مجتمعية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعني المؤسسات وزارة التخطيط وعدد من الوزارات ودولة رئيس مجلس الوزراء، عملنا عدد يمكن من الحوارات المجتمعية، وده كان توجه الدولة بصرف النظر هناك اتفاق مع الصندوق أو لا، ده كان توجه الدولة، لأنه زي ما دايما بقول وبأكد على هذا ما قامت به الدولة المصرية من استثمارات لرفع مستوى جودة الحياة ولتحسين البنية التحتية وللحماية الاجتماعية لم يكن يستطيع أي يعني جهة أو مؤسسة خاصة تستطيع أن تقوم بهذا الحجم الاستثمارات ولا بحجم الاستثمارات الخاصة بالحماية الاجتماعية. فده كان دور أساسي للدولة المصرية. خلاص إحنا النهاردة بعد كل هذا الحجم الاستثمارات اللي تمت، أنا عشان أستفيد وعشان أعظم من كفاءة الإنفاق الاستثماري اللي تم، أنا محتاجة القطاع الخاص ان هو يخش ويدور، لان هناك ايمان شديد ان هو المشغل الرئيسي، هو الشريك الاساسي في عمليه التنميه، هو المدير الناجح الاكثر كفاءه في اداره المؤسسات المختلفه. وبالتالي هذا توجه للدوله المصريه منذ عده سنوات، وهذا ايمان من الاول بهذا الدور، فده مش بضغط من اي حد، ده بقناعه تامه من الدوله المصريه بكافه مؤسساتها. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح والتنمية الاقتصادية.